هيدا محطة الباص، الباص يجي فينا، ولو عايز تمشي البيت تركب هنا أو تمشي، يكون في محطة الباص قبل أن يأتي الباص أو في أي زمن في الباص. انتظر في مكان آمن بعيد من أطراف الشارع. تأكد من أن الساق يستطيع رؤيتك. تأكد أن تعبر الشارع أمام السيارة وليس من ورائه. انتبه وانتظر أو عبر الشارع بعد الساق أن يأشر لك أو عندما تقف لك السيارة. لا تلعب أو تجري في وسط الشارع لأنه ممكن يكون خطرا لك. الليلة ححكي عن محطة الباص ومعبر المشاة والمدخل. هذا معبر المشاة، أعبر فقط في معبر المشاة، لا تعبر بين السيارات الواقفة. تأكد من أن الساق منتبه لك عندما تعبر الشارع، وتأكد أن لا تعبر من وراء السيارة، وتأكد أن هناك إشارة تسمح لك بالعبور. هيدا تعبر من هون لأن هذا هو حق معبر المشاة. هيدا هو مدخل حق المدرسة. المدرسة كبيرة جدا ولديها أكثر من مدخل، ودائما توجد مداخل في أي اتجاه في المدرسة. تستطيع أن الدخول من أي اتجاه وتخرج من أي اتجاه. أوكي. المكاتب الرئيسية بالمدرسة، مكتب مدير المدرسة للشؤون المدرسية، مكتب نائب المدرسة للشؤون الشخصية، مكتب الأمن بالمدرسة، مكتب خدمات الطلاب. يقدم المكتب مساعدة للطلاب عبر الموجهين والمرشدين، ويستمع لشكاوى الطلاب ويعمل على مشاكلهم الآنية وغيرها. الفصول في المدرسة فصول دراسية، يجب الحفاظ على الهدوء، عدم ارتباك الطلاب في الفصول الأخرى. للطلاب حقوق مسموح لها في جد قوانين المدرسة أثناء وجودهم في المدرسة. يجب على الطلاب احترام القوانين والقوانين المكفولة للطلاب، وذلك حسب اختلاف العادات والتقاليد الثقافية والدينية، ويجب احترام كل المبادئ في هذه المدرسة. والآن نحن في الحمام الذي يوجد للمذكر وللمؤنث، وهو في أي وقت يمكن الدخول في أي وقت تريده. عليك استئذان للمدرس في إذا انتهى في الحصة، وعليك استعماله وتنظيفه بعد الاستعمال. الحمامات تختلف عن المؤنث والمذكر، وعلى المؤنث أن لا تدخل في المذكر حمام، وعلى المذكر أن لا يدخل في المؤنث الحمام، فإنه غير مسموح في أي حال من الأحوال. علي أن المؤنث أن تدخل في هذا إذا وجدت هذه العلامة فعليها تدخل للبنات، وإذا وجد المذكر هذه العلامة عليه أن يدخل في هذا، فإنه هذا للمذكر. وهو يختلف، فإنه لدينا حمام صغير فإنه لكل الناس، لدينا حمام كبير للناس المعاقين. والآن إحنا في المدرسة، ولازم نستعمل الحنفية لشرب المياه، وحوريكم إنه هو كيف يستعمله. عليك تضغط في الزر الذي يوجد فوق هذا الشيء. هذا المكان هي المكتبة المدرسة. لو عاوز تتعلم حاجة أو تتذاكر أي حاجة أو عندك هومورك تعملها هنا، هتيجي مع واحد شخص بيساعدك، هتلاقي مساعد. لو ملقيتش واحد يساعدك هتسألني أنا أو أي حد بيقدر يساعدك. ومفروض انك تكون هادي وتتكلم بصوت ليس عاليا. المطعم المدرسة بعد الغداء، بعد ما جيت الكافيتيريا هتسأل الناس الذي بيشتغلوا هناك ما الذي لديهم ان تأكل. مثلا في طعام، لو انت عندك حساسية بأي حاجة هتسألهم ما الذي لديهم، بيقول لك اللي عندهم. بس في بعضهم خنزير، لو مش عاوز تأكل خنزير تقول لهم مش عاوز تأكل خنزير. وكمان دائما في طابور، مفروض انك تكون في الطابور. بعد ما جت وقتك يعني خلاص هتسألهم اللي انت اللي عاوز، وهتأكل اللي انت اللي بدك. لو اشتريت طعام بارد هتيجي هنا وهتسخن طعامك هنا في الميكروويف.
اوكي، الجيم هيكون فاضي في وقت الغداء لغايه الساعه 1:05، وبعدين الجيم هيبقى مفتوح بعد المدرسه لحد الساعه 9:30. لو عاوز تعمل تمارين هتقدر تجري هنا، اما تروح لغرفه اللي هناك اللي بيشيل الحديد واي حاجه اللي انت عاوز، وبعدين خلاص.